التحضيرات الأخيرة، بعرف كلكم ناطرينها لحتى يخلصوا ويطلعوا الأطباق من ورا هيدي عم نحكي اليوم. آخر محطة مع ورشة فلاح. برا عم بتشتي وهون عم انا عم شم الريحه، الريحه ما في شك شهيه جدا جدا. طيب. اول شيء هون الريحه شهيه، وثاني شيء هون الرزات. الرزات مثل لون بلوزة شيف مقصوده اليوم. ايه اي والله. يلا طيب قول لن وين صرنا؟ حليب، سكر اسمر، مي، رشه ملح، منجيب الشوفان. اوكي، لكن منضيف الشوفان وبنخلطهم مع الشوفان. كمان حطينا الشوفان وبنتركهم يغلوا. هلا خليهم يغلوا على مهلهم. صح. اوكي، بهالوقت شو رح اعمل انا؟ بهالوقت رح اجيب قلايه. بهيدي القلايه شو رح نحط؟ بهي القلايه رح اجيب انا مواد دهنيه، حط مواد دهنية، بدي حط ثوم، كمان بدي حط أيضا من طيب مواد دهنية، زيت زيتون، منجيب ثوم. اوكي، رح حط حس ثوم بالأول. هيدي تابعة أي وصفة؟ هيدي هون بلشنا بالباستا بالخضار والكريمة، لكن مشاهدينا باستا بالخضار والكريمة، زيت زيتون وحس ثوم. هلا هون بدي لك شغلة، فينا نحط أيضا مع زبدة. إذا دوبنا الزبدة وحطينا زيت زيتون وثوم بتعطي نكهة أطيب وأطيب مثل ما قلتي. بس الزبدة بدي إياها تاخذ لون، ما بدي بس دوب الزبدة، لا بدي إياها الزبدة تاخذ لون مع زيت الزيتون ونضيف ساعتها الثوم. يعني بهالوقت أنا شو رح أعمل؟ خلينا على الزيت هلا بدون زبدة. أوكي، بدون زبدة رح نبلش هلا بالجزر. أوكي طيب، كله رح يطلع هون فوق ال، إذا بدك تعمل هيك هلا وتطلع النار بقشطك المقلاية. رح اجي ضيف الجزر فوق الزبدة. اوكي يلا نحط الجزرات. حط الجزرات. اوكي اسرع شوي شوي، تفضل. طيب حطينا الجزر، رح اجيب كمان مع الجزر بندوره كرزيه. اوكي اوكي، لكن صار عندنا جزر وصار عندنا بندوره كرزيه، ما تخافي ما تخافي. ما رح تولع. اوكي طيب، هون شو بنعمل؟ بنشوف شو صار في عندنا بالشوفان مع الحليب والمي. طبعا الشوفان بده حوالي 6 دقائق مع يغلي مع الحليب والمي، بنتركهم نحن 6 دقائق. هون عندنا البندوره وعندنا الجزرات وعندنا التومات وعندنا زيت الزيتون، وبرجع بكرر لكل المشاهدين انه فينا نحط معهم من الزبده. طيب بنستعمل معكرونه، سلقت المعكرونه وجاهزه عندنا، بس قبل ما نضيف المعكرونه بدنا نضيف الكريمه وبدنا نضيف فلفل اسود. رح نحط كريمه وفلفل اسود يغلو مع الكريمه والفلفل الاسود، وايضا نرجع بنضيف الباستا. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشه. انا بهالوقت في عنا سؤال بين الاسئله لليوم، طبعا انت عرفتي انه نحن صرنا يوميا بنجاوب على الاسئله، ففي عنا سؤال لحلقتنا لليوم. هيدا طبعا قد ما فينا نجاوب على الاسئله قبل ما يخلص وقتنا، تفضل فبيكون كثير منيح. لكن سؤالنا مشاهدينا لليوم بالنسبه لعجينه الطرد، ولا اهون من هيك، 6 4 2، شو يعني 6 4 2؟ 600 جرام زبدة، 400 جرام طحين، 200 جرام سكر بودرة، وأيضا بيضة مع رشة فانيل وبرش حامض. 6 4 2. 6 4 2 ولا أهون من هيك، مع فانيل. لا 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 ما حضرت. مع فانيل وبرش حامض. بس هون في شغلة بالنسبة لهيدا السؤال، بالنسبة مش إنه زبدة، نحن الزبدة بدها تكون حرارتها من حرارة الغرفة، بدها تكون زبدة طرية،
ما مش دايبة. لا ما فيني ذوبها، ما بيسوى تكون الزبدة دايبة. أوكي. بدها تكون زبدة طرية، حرارتها من حرارة الغرفة، ندعكها شوي مع الطحين مع السكر، بيصير عندي عجينة مفتفتة. بعد ما يصير عندي مشاهدينا عجينة مفتفتة، بحط بيض وبحط بلش حامض وأيضا بحط فانيل كمان نعجنون، بضل عندي العجينة مفتفتة. بستعين أنا تقريبا بمعلقتين من المي، بحط معلقتين من المي بتتماسك عندي العجينة وبتكمش عندي العجينة. هيدي هي عجينة التارت. أما بالنسبة لعجينة التارت المالحة، بتشيله السكر، بتحطه محل السكر رشة ملح. ملح. طيب تفضل نجي للرزيات الصفار. هسك هذاك يلا هيك أحسن. لا هذا هسك رح أرجع أشيلهم أنا. طيب يلا مثل ما عم بتشوفي رز أصفر. بهالوقت أنا شو رح أعمل؟ بدك تولع. رح أجيب رح أجيب من الكريمة. تفضل نضيف كريمة. نجيب رشة ملح. نجيب من الفلفل الأسود ومنتركها تغلي البندورة مع الجزر مع الكريمة. أوكي. هالوقت أنا برجع لوصفاتي للرزات. لا نحن هون خلصنا أول وصفة. إيه هيدي أول وصفة. البطاطا حضرناها بتاني فكرة من فكرات رشة ملح. طبعا عندنا البطاطا مع التونة، بطاطا بول مع التونة، طبق كتير طيب. هون مثل ما عم بتشوفي حاطت خردل على وجهن، وحاطت كمان صلصة البيستو أو صلصة الحبق، وهون في عندي صلصة حارة. ففينا نحن ناخد مع هالطبق أو مع هالوصفة ثلاث أنواع صلصة: بيستو، خردل، وأيضا صلصة الحارة. طيب كمان كرر عب الرز. هول الرزات مثل ما عم بتشوفي هاللون الشهي، لون الرز الأصفر مع الخضار حضرناه هون. برجع بذكر المشاهدين. طيب نحن هون اخذنا كميه كافيه من الرز، بكفي هالكميه اللي اخذناها. اوكي بهالشكل بنكبسهم لحتى ما يفرط عنا القالب. اوكي اوكي نجيب محرمه. ومننظف مننظف صحننا. اوكي لحتى نرجع نسكب الصلصة اللي هي جاهزة عندنا. كمان الصلصة مع اللحمة. لحمة الصلصة حطينا فيها ثوم، حطينا فيها زنجبيل، حطينا فيها كمان غير الثوم والزنجبيل، حطينا ايضا من صلصة الصويا مي، وحطينا من السكر الاسمر. اوكي طيب رح اجي شيله بهالشكل. بعدهم سخنين ان شاء الله يضلن. اوكي هلا اكيد رح يفرطوا لانه رح يحط عليهم هون. لانه بعدهم سخنين كمان. صحيح. عندي اللحمه فرح اجيب اللحمه. هيدي اللحمه مع الصلصه بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا. اوكي حتى نطلع على الشوفان وين صار. طيب هيدي اللحمه مع الصلصه، هذا الطبق الثاني صار جاهز عندنا. هون خلينا نضيف، ليكي شو راح نضيف هون. هيدا الشوفان راح نطفي تحته. خلص صار جاهز. هون في عندي هليون وهون كمان، رح جيب الهليون حط الهليون معهم بهالشكل، بخلطهم مع الهليون مع الكريمة مع البندورة، وأيضا رح جيب الباستا. بنحط الباستا معكرونة المسلوقة، طبعا فيكم تجيبوا حيلا نوع من أنواع المعكرونة، ما عنا أي مشكلة. اوكي
هون تقريبا صارت جاهزة، نرجع منزبط لها ملحاتها، وأيضا بيجي للشوفان، رح جيب الشوفان لحدي بهالوقت. الشوفان رح نسكبه. شو بعد ناقصه الشوفان؟ يلا ناقصه سكب بهالشكل، وين التمر؟ تمر، رح نحط التمر، ناخذ من التمر بهالشكل، بنحط التمر بهالشكل، بنطفي تحت الباستا. كل وصفاتنا لكن صارت جاهزة بهالشكل. اوكي، مثل ما عم بتشوفي شوفين بالتمر والحليب، هذا الطبق صار جاهز. اوكي، عظيم هيدا، يا ويلي هيدا بيج بعقد. اما بالنسبة للباستا، تفضل، رح نجيب صحن، رح اسكب الباستا بهيدا الصحن. عنا دقيقتين ايه؟ يلا خلصناه هون. بدنا نذكر شوي بس هون شو عملنا بالبطاطا. يلا رح نذكر، نرجع من اول وجديد. اوكي، هون سكبنا الباستا. اما بالنسبه للبطاطا، سلقنا البطاطا، طحناها، بعد ما طحناها غادة حطينا لها بيض، حطينا لها تونه، حطينا لها ملح، حطينا لها رشه بابريكا، بالاضافه برشنا لها بصله، دعكتهم مع بعض، خلطتهم، بعد ما خلطناهم لتناهم بالبيض بالكعك وقليناهم، ولا اسهل من هيك. طيب هون رح جيب رشه جبنه بارميزان على الوجه. مثل ما عم بتشوفي ضروري. كمان نجي ناخذ حبق من عنا جنينتنا. صار بدها شوية تشحيل هالجنينة. بدها تظبيط وتشحيل. هاي جنينة جديدة. طيب، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، هول أربع وصفات. أنا بدي أشكرك غادة، بدي أشكر كل المشاهدين، بدي أقول لكم ألف صحتين، وإن شاء الله وصفاتنا لليوم يكونوا نالوا إعجابكم. ما تنسوا إنه أنا بكرة الساعة 10 ناطركم كمان مع وصفات والمطبخ المكسيكي. اوه بكره مكسيكي، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا بقيه النهار كمان دائما كثير حلو، بدي اتمنى لكم جميعا، ولقائنا بيتجدد بكره على الساعه 10.